السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكن عزيزات الطالبات في محاضرة جديدة من مساق مهارات لغوية، وموضوع حلقة هذا اليوم البحث. سنتكلم بإذن الله تعالى عن البحث في المحاضرة 14 من هذه المحاضرات المتسلسلة. وموضوع البحث مهم جدا لأي خريج، لأننا يعني نقابل في هذا الفصل وفصل الأخير من الدراسة بحث التخرج، فموضوع البحث نتناوله لأنه يناسب الطلاب في هذه المرحلة ليتسنى لهم كتابة بحث التخرج بطريقة صحيحة، وأيضا هناك خطوات لكتابة البحث سنتعرف على هذه الخطوات. في البداية أولا يجب علينا أن نختار موضوع البحث. اختيار موضوع البحث مهم جدا، وهناك طبعا شروط لاختيار موضوع البحث. يكاد يكون موضوع البحث أهم خطوة وفي كتابة البحث. لماذا؟ عليك أن تختاري موضوعا يليق بالكتابة ولديك رغبة في كتابة هذا الموضوع ويناسب التخصص تناسب جيد. إذن كما قلنا نقطة مهمة جدا، بحيث أنه يكون موضوع البحث هو موضوع يتماشى مع رغباتك، يتماشى مع إرادتك، يتماشى مع ما تنوين الكتابة فيه. لكن وعليه أن يكثر لقاء نعم للاستفادة بالأساتذة حتى يستفيد من فكرهم ويسترشد برأيهم. وطبعا الآن من تفضلون اختيار الموضوع؟ أنا أختار الموضوع ولا أترك الأساتذة أن يعني يختاروا موضوعا لي؟ لا، أنا أختار الموضوع حتى أكون قادرة على الكتابة فيه. كثير من الطلاب يخطئ في ذلك ويقول يعني المشرف هو اللي يختار الموضوع، وبالتالي إن اختار فهو يختار على حسب معلوماته. وأين معلوماتك أنت؟ اختاري أنت ما تودين الكتابة فيه حتى يسهل عليك الكتابة فيه. لكن إن لم تختاري الموضوع صعب كثير إنك تكتبي فيه. لذلك اختيار الموضوع، أنا أحبذ أن تختاري الموضوع وتكتبي العنوان وتستشيري الأساتذة وتلتقي بهم وترين إن كان الموضوع مناسبا، هل يحتاج إلى تغيير، إضافة أو حذف أو ما شابه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مهمة جدا وهي القراءة المستفيضة. أما القراءة المستفيضة يا بنات، مرحلة تمر بهذه المرحلة بخطوات. ما معنى القراءة المستفيضة؟ سنتعرف من خلال هذه الخطوات. أولا التعرف على نماذج من الخطط، يعني قبل الكتابة كتابة البحث يجب أن أكتب خطة، يجب أن تكون هناك خطة. هذه الخطة مهمة جدا للكتابة. حتى أشرع بالكتابة بدون خطة يا بنات لا أستطيع الكتابة، تصير إيش خربشات، الموضوع هايم. أحتاج إلى خطة يعني تجبرني على الكتابة والمضيف البحث من البداية للنهاية. مثلا لو أردت أن أذهب رحلة ولم أحدد الأماكن كيف حيكون؟ حيقولك السواق وين رايحة، لا هيك لا هيك، لا استنى أفكر. إذن حتكوني هايمة، الموضوع ليس سهلا بهذه البساطة. ولكن إذا قلت مثلا سأذهب إلى المكان كذا، أولاً البحر ثم المنطقة كذا ثم كذا، عندك جدول. بناء على هذا الجدول يا بنات تستطيعين بسهولة الذهاب إلى هذه المناطق. أيضاً الخطة، إذا وضعت خطة للبحث أستطيع المضي على هذه الخطة. طيب إذا تعرف على نماذج من الخطط لموضوعات قريبة من الشبه من موضوع بحث. الآن أنا اخترت موضوع، وهذا الموضوع أو عنوان البحث، العنوان أنا اخترت العنوان، يجب العنوان أن يكون دقيقا، أن يكون هذا العنوان دقيقا. مثلا بدي أختار موضوع اللباس الشرعي وصفاته، بتناول محورين فيه، اللباس يعني اللباس وتعريفه، وما هو اللباس، لباس المرأة مثلا، والشرعي. على فكرة حكيت اللباس الشرعي ما حددتش، بيشمل موضوعين، لباس الرجل والمرأة مع بعض. طب لو حكيت أنا بدي شفتي كيف بدي أحدد الموضوع، لو أنا بدي بس أخذ للمرأة إيش بدي أحكي في العنوان؟ لباس المرأة الشرعي وصفاته، هيك بطرح هذا الموضوع وباخذ بس المرأة. لكن إذا حكيتي اللباس الشرعي بدك تتطرق إلى الحاجتين لأنه موضوعك عام، تمام؟ شفتي كيف الدقة في اختيار العنوان؟ لكن إذا حكيتي مثلا اللباس الشرعي وصفاته ورحت حكيت عن المرأة بس، بيكون في خلل في بحثك.
لأنه اللباس يشمل حاجتين، الرجل والمرأة، تمام؟ بعدين حتطرق على الصفات ورأي الشريعة، عندك لباس وصفات اللباس، تمام؟ وفي عندك اللي هو الشرعي، رأي الشريعة في اللباس، ما هو اللباس الشرعي الذي يرتضيه الشرع والدين وهكذا، وطبعا مدعما بالأدلة والآيات وما شابه. إذا بعد اختيار العنوان، الآن لما بتقرأ قراءة مستفيضة بدي أحط خطة. طب شو حتكلم في العنوان هذا؟ طلع على خطط سابقة حتى تعرفي كيف تقسمي الفصول والمباحث. طيب، القراءة حول موضوع البحث للتعرف عليه وتعمق فيه دون تقيد بشيء، ما تتقيديش، اقرأي وشوفي ماذا كتب عن هذا الموضوع، ماذا تكلم الكتاب أو يعني من لهم يعني باع في هذا التخصص، ماذا تكلموا عن هذا الموضوع. إذن اجمع المعلومات، بعد جمع المعلومات اقترحي مخطط في ضوء ما سبق. والله تكلموا عن اللباس وتطرقوا عن لباس عديدة، منها اللباس، لباس الخروج من البيت ولباس البيت أيضا ولباس كذا وكذا وكذا. هذه الأمور تستطيعين تحديدها من خلال القراءة المستفيضة عن هذا الموضوع. أيضا بعد أنت ما تقترحي مخطط، هيك مخطط مبدئي في عندك وضع عنوان للبحث، بعد ما لميت بالعنوان، أنا قرأت حسيت والله لما حطيت العنوان وأنا بقرأ، وأنا بقرأ قراءة مستفيضة عن هذا العنوان، حسيت إنه أحتاج إلى تقييد العنوان أو تضييق العنوان أكثر. طيب حسيت لما حكيت لباس الشرعي، لا العنوان هيك مبحبح، قيدي، خلاص بديش لباس المرأة الشرعي وصفاته. حسيت إنه لا والله كلمة اللباس ممكن تعني اللباس الخروج، ممكن تعني لباس كذا أو كذا، لا بتقولي لباس الخروج مثلا للمرأة الشرعي وصفاته أو ما شابه. يعني المقصد من الكلام يجب تحديد العنوان بدقة بعد ما قرأتي. كيف أنا ممكن أحدد العنوان؟ بعد ما طلعت ماذا يكتب في هذا الموضوع وماذا كتب في هذا الموضوع، يجب علي أن أدقق أو يعني أختصر في الموضوع. فأنا مثلا لما كتبت الكتاب قلت مثلا معجم محوسب لمعاني. كلمة معاني شو يعني؟ طرحت المترادفات وطرحت شو الأضداد كمان، يعني مش هتلاقي لا مترادفات ولا أضداد. حكيت لي معاني الأفعال، هان لو بدي أبحث عن الأضداد حلاقيها في المعجم؟ لا، لأنه لمعاني، تمام. لما أحكي الأفعال معناته فيش أسماء، ليه؟ لأنه اقتصر على الأفعال فقط. طيب ماشي، ما هي الأفعال ثلاثية ورباعية وخماسية. إيش حكيت؟ الثلاثية، يعني طرحت ما فيش فيها لا رباعية ولا خماسية. شفتي كيف دقيق العنوان؟ أنت لما تختاري بحث التخرج يجب أن تكوني دقيقة جدا في العنوان. طب ما هي الثلاثية ممكن تكون معتلة زي قال وغير ذلك، ممكن تكون معتلة فيها حروف علة. لا، حكيت المجردة. إيش يعني المجردة؟ الصحيحة بتكون يعني المجردة من أي زيادة، الثلاثية يعني مجردة فقط، مجردة بدون أحرف حتى علة، صحيحة طبعا في اللغة العربية. تخيلي كل كلمة طرحت كلمات تانية، علشان هيك كل كلمة في العنوان يا بنات يجب أن تكون واضحة وتطرح القضايا الأخرى. لما أنت بتركز على كلمة أفعال يعني مفيش أسماء، معاني يعني ما فيش لا مترادفات ولا أضداد، ثلاثية يعني ما فيش رباعية ولا خماسية ولا سداسية ولا ما شابه. إذا اختيار الموضوع أو عنوان البحث مهم جدا. ومن الذي يساعدني على اختيار العناوين أو يعني الكلمات؟ القراءة المستفيضة لهذا البحث. فالقراءة المستفيضة مهمة جدا يا بنات لاختيار العنوان والتركيز على كلمات ونقاط محددة. إذا نوضع عنوان للبحث ويشترط فيه أن يكون موجزا، في إيجاز مختصر، كلمة كلمتين ثلاثة أربعة خمسة بكفي. بحبش العناوين الطويلة أو العناوين الطويلة فيها متاهات. بعدين ديري بالك لو اخترت عنوان طويل كم جزئية حتتكلمي عليها؟ كتير، هيكون له خمس أجزاء ستة وكل جزء يتفرع منه فروع. إذا عندي في ضوء ما سبق الآن هان يكون موجز يضم كل جزئيات البحث، كل الجزئيات، كما يعني وضحنا هناك معاني، هناك أفعال، هناك يعني الثلاثية، هناك المجردة. إذن أن يكون جذاباً أيضاً عند اختيار الموضوع. يجب التركيز على العنوان، يجب أن يكون جذاباً،
يعني مثلا لما تناولت أول كلمتين هو ربما طويل قليلا، لكن معجم وحوسب ركزت الأمور، تركزت هنا على الكلمتين الأوليتين دون باقي العنوان، وبالتالي أصبح معجم وحوسب، يعني اختصرت. ثم هاتين الكلمتين لم يكن هناك كتاب سابق تناول أو بعنوان يعني معجم وحوسب، فتخيلي كان جذابا، وهذا المقصود بأن يكون جذابا، ليس هناك كاتب أو مؤلف كتب مثلك أو تناول هذا العنوان، وبتكونين مخطئة لو تناولت عنوان يعني متداول ومعروف، يجب أن يكون العنوان جديد ومبتكر. تقسيم البحث إلى فصول، وإن كان طويلا يقسم إلى مباحث. الآن هتكلم مثلا أنا عن اللي هو اللباس الشرعي أو لباس المرأة الشرعي وصفاته. بتتخيلوا الموضوع كبير ولا صغير؟ أنا بتخيل صغير مش كبير، لا، لأنه بتناول شو بتناول عندي؟ بتناول عندي لباس، لا على فكرة لباس يا بنات، لباس بتناول عندي موضوع أني ما هو اللباس؟ في عندك الحرير، في اللباس العادي والقطني وكذا، مثلا الرجال حرم أن يلبسوا الحرير أو ما شابه، إذا بتتطرق إلى شيء اسمه لباس وتحكي عن اللباس، هاي موضوع، تمام؟ اثنين عندك اللباس الشرعي، لباس الشرعي، هاي حكيت إنه في ناس تكلمت عن ضوابط اللباس الشرعي، بدي أحكي عن اللباس مش أي لباس، لا عندي اللباس الشرعي، طيب وضوابط هذا اللباس، بعد الضوابط في عندك صفات، ألا يكون ضيقاً، ألا يكون كذا، أن يكون فضفاضاً، ألا يكون حريراً، أن يكون كذا، كل هذه الأمور يجب تناولها. إذن ماذا فعلت؟ وضعت مثلاً مبحث أو فصل فيه عن اللباس. على فكرة مش بس عن اللباس، ممكن تذكري بعض الكلمات عن اللباس، يعني مثلاً خمار ما هو لباس، مثلاً جلباب لباس، ذكر في القرآن أن يعني له جلابي بهن، تمام؟ ممكن كل الأسماء نحطها الخاصة باللباس، وهناك يا بنات رسائل جامعية على عن اللباس تتناول له معجم اللباس، ما ذكر عن اللباس، هناك مثلا بنطال ماذا قيل بنطال، هناك في لهجة أخرى كلمة أخرى، كما قلنا مثلا خمار شال جلباب وما شابه، كل هذه الألفاظ تدل على اللباس. إذن ممكن أحط أنا مبحث اسمها هذا فصل عن اللباس، فصل، لكن والله في حاجة ممكن أكتبها ألفاظ قيلت عن اللباس، ألفاظ اللباس، أحط مبحث ألفاظ اللباس، كلها بتحكيها، كلها تتناول من خلال المعاجم تناولت هذا الموضوع، تكتبي جميع هذه المواضيع، ممكن تتناولي أكثر من كلمات تطلق على قطعة واحدة أو ما شابه في اللهجات بين العرب. يعني حتى إحنا مثلا كلمة منديل، أعتقد منديل تطلق على المنديل العادي اللي بنحطه، لكن ممكن إنه تطلق كلمة منديل على شيء آخر مثلا، فهذه الأمور ممكن تكون مهم تناولها للكتابة في هذا الموضوع. ثم اللباس الشرعي، في لباس مش شرعي، طب إيش صفاته؟ أو اللباس الشرعي إيش الضوابط حتى يكون اللباس شرعيا؟ ما هي الضوابط؟ ما هي الصفات؟ إذن سأتكلم وأضع مباحث لهذا الفصل حسب ما يتطلب هذا الموضوع من مباحث أو من عناوين يعني يجب علي أن أتكلم فيها. بقسم البحث لفصول فقط، إذا حسيت الفصول هذه بدها طويلة بحط مباحث، تمام؟ طيب بعد المباحث الآن نقطة ثالثة، الخطوة الثالثة لكتابة البحث، جمع المادة العلمية. خلاص أنا طلعت قرأت وتناولت كتب كثيرة وعرفت ما هي المعلومات التي تقال في هذا الموضوع ووضعت الخطة والمباحث والفصول وهكذا، وبالتالي الآن جمع المادة العلمية. يتم جمع المادة العلمية يا بنات عن طريق البطاقات، قديما كانوا يعتمدوا البطاقات، هذه البطاقات تشترى من المكتبة وهكذا شكلها مستطيلة، مكتوب العنوان وهان موضوع طبعا وهان التوثيق، بس هيك تشترى مش وليست رخيصة أبدا، هذه البطاقات تشترى، تقرأي في كتاب، بعد ما تقرأي والله هذه المعلومة يمكن أن تفيدني حسب فصول الكتاب أو فصول اللي هو الخطة، الفصول
البحث أو المباحث، بكتب العنوان. عنوان إيش؟ عنوان المبحث أو الفصل، وما يعني هذه المعلومة تتناسب مع الفصل الأول، مع ألفاظ اللباس، هي العنوان. خمار، فستان، كذا كذا كذا، كل الأمور. توثيق من كتاب معجم لسان العرب، معجم كذا وكذا وكذا. خلص أخذت البطاقة. البطاقة الثانية، كل المعلومات اللي تم جمعها بحطها في بطاقات. بعدين هذه البطاقات 10 مثلا أو 20 كتبت في اللي هو اللباس، أحطها في ظرف مظروف وأكتب هذا الفصل الأول لباس. بدي عن اللي هو ضوابط اللباس الشرعي، أحط مثلا 20 جمعتهم في مظروف آخر. عن الصفات، والله الصفات كثيرة وناس تكلمت كثير عن صفات اللباس، أروح أحطها البطاقات أجمعها في مظروف آخر. صار عندي كم مظروف؟ 3، الفصل الأول والثاني والثالث حسب البطاقات. هل ضروري إني أستخدم كل البطاقات؟ لا، كتبت حسيت إنه أنا ممكن هذه البطاقة تفيدني، هذه البطاقة لا خلص شليها، هذه كذا هذه كذا. طب لما أكتب شو فايدة البطاقات؟ ولا حاجة، لما أخذ المعلومة من البطاقة عندي التوثيق والعنوان والمعلومة، وبالتالي هذه الأمور سهلة جدا إني أوثقها. إذا جمع المادة المعلمية بنات مهمة جدا، والأهم من كل المادة جمع المادة هو توثيق هذه المادة التي تم جمعها. الآن عندكم يجعل البحث بطاقات كما قلنا في كل فصل في مظروف خاص، فإذا كان في البحث 5 فصول كان لدى البحث كم مظروف؟ 5 كما قلنا. يعني يقوم الباحث بتدوين كل ما يخدم موضوع بحثه من مادة علمية طبعا، حيث يضع البطاقات في المظروف المناسب لها. لكن هل من الضروري أستخدم جميع المواد؟ لا، ليس شرطا. ولكن هل أندم على بطاقة كتبتها ولم أستخدمها في البحث؟ لا، يمكن أن تكون هذه البطاقة موضوع بحث آخر. أيضا كل بطاقة عليها نقلا واحدا، ويكتب في أسفلها اسم المصدر. مش بالبطاقة الواحدة بنكتبش فيها معلومتين من كتابين، لا، بس معلومة من كتاب واحد. طبعا تستمد، بنكتب المصدر، اسم المؤلف، رقم الصفحة، الجزء، مكان الطبع، تاريخ النشر، وهكذا. طيب هذا بالنسبة لجمع المادة العلمية. بنات اليوم الطريقة هذه قليلون جدا من يتبعونها. اليوم صاروا يعتمدوا على الكمبيوتر، ملف الوورد وما شابه، ليسوا بحاجة. في أمر آخر، في الأوراق الملونة أو القصصات اللي بتستخدم للمكتب للمكاتب، يمكن الاستغناء عن هذه البطاقات مع أنها يعني طريقة ناجحة وناجحة. يمكن استخدام اللي هو القصصات الورق الملون القصيرة واستخدامها. طلع حاجة جديدة، نفس القصصات على شكل مثلاً معين، نشمة، مربع، مستطيل وما شابه، أو دائرة، وفي أعلاها نوع من الصمغ، وبالتالي بتكتبين الملاحظة أو المعلومة وتلصقينها. ربما تعرفون هذه اللاصق، هاي قصصات لاصقة رائعة جدا، ويمكن استخدامها أيضا للملاحظات. في من يجمعون المعلومات لبحث التخرج أو ما شابه أمام المكتب، يعلقون هذه الأوراق فتبقى يعني أمامهم، ليس للبحث فقط، هناك للمعلومات، تلخيص مثلا المحاضرات والخلاصة والأسئلة والحاجات المهمة يتم تدوينها على ورق وتعليقها أو تلصيقها على الجدران أو المكتب أو ما شابه. مهم جدا ملاحظة، لكن أنجح طريقة يا بنات طريقة البطاقات، لكن من يتبع هذه الطريقة؟ قليلون جدا. الآن الملاحظة، إذا انتهى الباحث من قراءة المراجع ومن جمع المادة العلمية وتصنيف البطاقات، يدرك أنه انتهى من مرحلة يستطيع كثير من الباحثين أن يقوموا بها دون تفاوت. يذكر وأنه سيبدأ مرحلة جديدة تظهر فيها شخصيتي. خلاص جمعت. طب أنت عارفة شو جمعتي؟ طبعا، وأستطيع أن أتحدث كثيرا عما جمعت بدون ما أعود إليه. عارفة شو جمعت. الآن توقني أنك قادرة تكتبي أو قادرة على كتابة البحث. طيب لما تكتبي البحث، هل حتنسخي لصق من البطاقات أو من اللي جمعتي؟ وين شخصيتك؟ طبعاً حروح أنمق الكلام ورتب الكلام وأكتب هذه المعلومة تفيدني، أكتبها وأعلق عليها، أكتبها مع النقل يعني بالأمانة العلمية، النقل التام بعلامات التنصيص، وأكتب المصدر. ثم وأنا أرى من خلال ما عرض الكاتب أنه قد أسهب أو قال أو تكلم أو كذا، هذه الأمور مهمة جداً في البحث. يا بنات أهم شيء يعني أنا إذا كتبت صفحة وفيها كله من الكلام اللي أنا جمعته من كتب، طب وين رأيك؟ مالكيش رأي؟ بينفع أكتب رأيي؟ طبعاً بينفع. هو يعني الكاتب يختلف عنك؟ لا،
إذن وأنا أرى يعني أن الكاتب قد أصاب في هذه النقطة يعني، وجيد أنه تطرق إلى نقطة مهمة لم يتطرق إليها أحد مثلا من قبله. إذن هذه الأمور مهمة جدا، بعد جمع المادة العلمية تستطيعين كتابة البحث. الآن كتابة البحث وهي الخطوة الرابعة. الآن ما هي، كيف نكتب البحث؟ في البداية بنات أهم مرحلة، خلاص أنا قرأت وحددت العنوان وقرأت. بنات أنا بحدد العنوان بالأول عشان بعد القراءة أستطيع إضافة أو حذف أي كلمة من العنوان. الخطوة الثالثة قلنا مرحلة جمع المادة العلمية، ثم كتابة البحث وهي أهم خطوة، خلاص وصلت للنهاية. طبعا كما قلنا كتابة البحث تظهر فيه شخصية الكاتب وأيضا أسلوب الكاتب، صرت عبري. أما إذا نسختي ألصقتي هاي طريقة يعني سيئة ولست باحثة، إذا يجب أن يطغى الأسلوب، أن يكون هناك أسلوب لك معين وأيضا شخصية تظهر من خلال هذا الأسلوب. أيضا في الاختيار شخصيتك تبرز في اختيارك للمعلومة، هل اخترت المعلومة صح؟ هل علقت عليها؟ يعني جميل أن يعني أرى البحث أو ورقة من البحث فيهاش مراجع، يعني الكلام كلامك، ما هي الصفحة اللي بكتبش فيها مراجع، بتكون كلامي وتعليقي أنا، هذا شيء جميل يعني، يعني مش لهالدرجة إنه ملناش أراء، علقي اكتبي احكي. فالتفسير والتعليل أيضا مرحلة صح شاقة لكن جميلة ورائعة جدا. الباحث يجد أنه من غير الممكن أن يدخل في بحثه كل ما جمع فعلا، صعب أنك تكتبي كل اللي جمعتيه، ولكن المعلومات التي تخدم الموضوع. أيضا الاختيار يعتمد على قدرة الباحث على تقييم المادة، هذه المعلومة تفيدني أكتبها، هذه المعلومة لا تفيد لا أكتبها، وهكذا. تظهر شخصية الكاتب أو الباحث في مقارنة النصوص، كما قلنا نستطيع أن نفرق بين النص الذي يكون للكاتب والنص الذي يكتبه طبعا الباحث. أيضا هناك رأي، يجب أن تبدي رأيك في البحث، النتائج رأيك أنت وليس رأيا مكتوبا، وإلا ما فائدة البحث؟ إذا نسخت البحث وألصقته يا بنات فما فائدة البحث إذن؟ تمام؟ فهنا الشخصية مهمة جدا، رأيك أنت مهم جدا، سواء كان رأي ناقد أو رأي يعني إيجابي أو رأي يعني يوضح ما تناوله الكاتب في الكتاب أو المعلومة على حسب المعلومة. طبعا إذا كتبت رأيك في البحث يا بنات أنا بفهم أو بعرف أنه الطالب فاهم، ومدام هو فاهم كتب رأيه، بيدل على حسن تفهمه لما أمامه من معلومات، أيضا أثر وتأثر بها وكتب، وأيضا حذاري أن تكوني متأثرة، تأثرت بكلام الكاتب لكن ما كتبتش رأيك، وش الفائدة؟ كتابة البحث مهمة، كتابة رأيك أنت في المعلومة مهمة جدا، وإلا ما فائدة البحث؟ لماذا بحثتي؟ طيب ما هي منشورة في الكتب، ما روح أقرأ من الكتب، أنا ليه أقرأ إليك؟ لكن إذا أنت كتبت رأيك هنا الإضافة وهنا الفائدة، فهو إذا ناقل وليس باحث. كوني ناقدة، يعني كوني ناقدة، هناك رأي لك ولا تكوني باحثة فقط، كوني ناقدة ولا تكوني باحثة فقط، هذا أمر مهم جدا. ثم خمسة، مرحلة تبييض البحث. إذا نصل إلى المرحلة الخامسة وهي مرحلة تبييض البحث، وفي هذه المرحلة نتعرف على أنه في هذه المرحلة يتم إظهار البحث في شكله النهائي. إذا بعد كتابة البحث، هل يعد كتابة البحث هي المرحلة الأخيرة؟ لا، هناك تبييض البحث، كتبت لكن لا شك أن هناك أخطاء، لا شك أن هناك إضافات، ولا شك أن هناك طبعا حذف لبعض الأمور والكلمات والجمل. إذا دائما مراجعة الشيء مهم جدا، أحيانا في الامتحان بتحل السؤال لكن أحيانا إذا رجعت السؤال بتتذكري نقطة بتضيفيها، بتتذكري أنه هذه النقطة غير مفيدة بتشيليها، فأمر المراجعة مهم جدا سواء في البحث أو الامتحانات أو في كل الأمور. إذا المرحلة مهمة جدا حتى نظهر البحث في شكله النهائي، على الباحث هنا أن ينتقد عمله، يعتبر حاله ما كتبش، يقرأ البحث ويرى إن كان البحث يحتاج إلى تعديل، يعني بيبقد نفسه، زي ما أنت بتلبسي وتتهندمي توقفي قدام المراية، ليش؟ عشان تنقدي حالك، تنقدي حالك، هل أنا لابسة صح؟ فيش حاجة خطأ؟ فيش أي طبعة؟ فيش أي حاجة؟ فيش شيء معين؟ هل الأمور ضابطة؟ خلاص تمام، أنت نقدتي حالك، والبحث كذلك.
كتبت البحث، الآن بنظر إلى مرحلة تبييض البحث، هل أحتاج إلى إضافة، إلى حذف، هل الأمور تمام، فيش أي خطأ إملائي ولا نحوي ولا لغوي ولا شيء، هل مثلا الكتابة صحيحة، التنسيق صح، الخط واضح، كلمات واضحة، تمام. في أحيان تطلع معاكي في الطباعة مثلا في حزوز، في سواد، في كذا، لا، لازم الأمور تكون تمام. زي ما بتهتمي بلبسك حتهتمي ببحث تخرجك، فالاهتمام أمر مهم جدا. إذا وأن يدرك خبرة بأن خبرته بموضوعه واسعة، طبعا يا بنات هذا مهم جدا. بطلب منك تكتبي بحث، نسختي أو جبتي من النت أو كتبتي، ماشي بقبله، لكن إيش فهمك، مدى فهمك للموضوع، هل تستطيعين مناقشة البحث؟ نعم، إذا أنت باحثة رائعة. ما بعرفش أقرأ لك إياه، ماشي، مش فاهمة، بعرفش شو فيه. لا، إذا مو الفائدة من البحث، شو الفائدة؟ لو كتبتي لي كتاب من 1000 صفحة ولا تستطيعين شرح ولو جزئية منها، ما الفائدة؟ لا شيء، مش هتاخذي الدرجة. لكن لو كتبتي ورقة أو ورقتين وتعبتي فيهم وخرجتي هنا وناقشتي البحث وفهمتي، ربما أسألك سؤال ومن خلال السؤال أتيقن أو أكتشف إن كنت فاهمة أو واعية الموضوع أو لا. هذا أمر مهم جدا بنات، ليس الباحث فقد ناقل، لا، هو إن نقل شيئا فحتى يدحم رأيه وموضوعه ويزيد فيه، لازم يكون في خبرة واسعة. وإلا يا بنات هذه مشكلة الخريجين. شو مشكلة إني أنا أمشي للخريج بحثه، أمشي إنه ما عندوش مهارة يخرج ويحكي، لا مهارة تحدث ولا قراءة ولا كتابة ولا مشابه. حتى في القراءة يقفون أمام الجمهور ويقرؤون ومثلا ينطقون كلاما خطأ، حتى بغض النظر عن التخصص، حتى لو كنت طب ولا تستطيعين كتابة يعني النطق باللغة العربية صحيحة، والفائدة؟ أنا بنظري خريج الطب إن لم يتحدث اللغة العربية أو غيره، أي خريج، إيش الفائدة؟ هو غير جدير بهذه الشهادة. يجب أن نكون متقنين للغة على الأقل، يعني ليست صعبة هي بنات، اللغة ليست صعبة ولكن تحتاج إلى مهارة، تحتاج إلى إتقان، ممارسة وما شابه. طيب، إذا بعد يا بنات ما تكتبي بتصيري أنت واعية جدا وبتعرفي إيش مواطن الضعف في البحث التي تحتاج إلى حذف أو تعديل، وما هي مواطن القوة التي تحتاج إلى إضافة أو تحتاج إلى تنسيق أو ما شابه. إذا هذه أمر مهمة جدا، وبيحاول طبعا الباحث أن يكمل نفسه بنفسه وأن يدع ما كتبه جانبا ليعود إليه بعد بضعة أيام. صحيح، هذا أمر مهم جدا، بكتب شيء لكن بحسش، بقدرش أنقد الشيء من نفس الوقت، تمام؟ طيب، بعد 2 3 أيام بتقرأي، معقول أنا كتبت هذا الكلام؟ معقول أنا جمعت هذا المعلومات؟ فبتصير أنت ما تصدقيش حالك، بتصيري قادرة على نقد نفسك. كيف؟ أعطيك مثال عن واقع. في بداية العام الدراسي لما بتيجوا البنات موجودين، بتشوفي البنات لو ضليتي أمام البنت بتحفظيها عادي وبتظن أنك حفظتيها وعرفتيها، لكن مش قادرة بعد ما تطلع من المحاضرة، مش قادرة بتصيري تميزي بين البنت والتانية، اللي جنبك على الشمال واللي جنبك على اليمين، بتميزيش، فكراها وكنتي قاعدة جنبها وطلعت عليها وكلمتيها لكن مش فكراها، وما بتقدريش تميزي بين بنتين، خصوصا أنه أحيانا بيحدث تشابه وجوه في البداء، في أول رؤية للوجه. بصير كثير معايا أنه بخرج بقولي الله في بنتين كتير بيشبهوا بعض كما لو كانوا خوات. لما تعود على البنات بعد 2 3 أيام تعالي ارجعي لهم واحكي، خلاص بتصير تميزي بين البنت هذه والبنت هذه. ليه؟ لانك شفتيها اكثر من مره. بحثك يا بنات بعد ما تتركيه وتشوفيه وترجعي له بش نفس الوقت بعد بضعه ايام، تستطيع نقد ذاتك ونفسك وتعرفي مواطن الضعف مواطن القوه. تيجي بتحسي انك قادره تميزي بين البنات، بين وجوه البنات، بين كلام البنات، بين أصوات البنات وبين الأمور هذه. حتى اليوم في نهاية الفصل خلاص هذه البنت حفظها، أنا عارفاها، أنا كذا كذا كذا، راحت اللي هي النقطة الأولى اللي ما كنتيش تميزي فيها بين البنات. بحثك في أول كتابة لا تستطيع التمييز فيه، ما بتميزيش، تعرفش تنقضي حالك. أحياناً حتى في البيت لما تيجي تبحث عن شيء معين وتكوني ملخومة أو متوترة أو زعلانة لأنه ضاع الشيء، بكون قدامك ومش شايفة. بعد فترة لما تهدي وإشي وتروقي بتشوفي بعدين. وبالتالي هذه الأمور مهمة جدا يا بنات، لازم كمان وإحنا بنكتب خصوصا كتابة المعلومة يجب ألا نكتب ونحن يعني نشعر بتعب. التعب بسبب يعني ممكن إنك تنقل المعلومة غير صحيحة، ما بتركزيش، يجب أن يكون هناك تركيز كامل في كتابة الموضوع. طيب،
الآن كوني ناقدة وما تكونيش يعني ناقلة فقط، كما ينبغي على البحث أن يراعي عند تبييض البحث ما يلي. الآن خلاص انتهيت من الكتابة، ضعوا لي إياه، هاتوا لي إياه. ليه؟ بدي أنا الآن أبيض، أشوف إيش بدي أضيف، إيش بدي أعدل، إضافة، تعديل، حذف أو ما شابه. سلامة اللغة إملاء ونحوا، مفيش أخطاء مطبعية، تمام؟ أحيانا بنيجي نكتب حرف الإي نضغط على الغين، تكتب غين تكتبش الإي، مثلا إملاء الغي وبلاء مثلا أو ما شابه، أخطاء مطبعية يعني. نحوا، في النحو صح، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المجرور مجرور. يعني في بنات لما تيجي تكتب أو تحكي بنلاقي مثلا بتقول وقال الباحثين، طب خطأ، مشكلة عويصة يعني. لا، ما هو اللغة العربية صعبة، شكرا، صعبة. لا هي مش صعبة، هو أنت ما تمرستيش ولا تدربت عليها. طب أنا في باطني وعقلي بعرف إنه الفاعل اللي بيجي بعد الفعل اللي هو الاسم بيكون مرفوع، إذن حتكون قال الباحثون. طب ليش حكيت الباحثين؟ مش متعودة أنا أركز في الكلمات نحوا. بنات اللغة بدها ممارسة، بدها تعود، بدها إنك تكوني متعودة إنك تحكي في ممارسة، لكن غير هيك لا، صعب. إذن اللغة مش صعبة، إحنا الصعبين، إحنا بنصعبها. طيب، الالتزام بعلامة الترقيم. طب شو فائدة البحث بدون الفاصلة والنقطة؟ لا أنا عارفة هذه فقرة ولا مش فقرة أو غيره. أحيانا صفحة بتكون مثلا 3 فقرات، كيف بدي أعرف؟ بدي أعرف الفقرات عن طريق ما التالي أو الآتي. الآن ركزي معايا، الفقرة عادة بتبدأ بالسطر الأول. السطر الأول بيكون في مسافة هان، بسميها مسافة تاب، موجودة، الموجودة على لوحة المفاتيح الكيبورد، تعرفوا هاكي. بعدين سطر بيكون مقدارها 2 سنتي، تمام؟ السطر الثاني بيبدأ إيه؟ من هنا. إذن كيف عرفت إنها فقرة وفي النهاية في نقطة؟ إنها في مسافة. طب الفقرة الثانية هل حتكون نفس مسافة السطر؟ لا، حتكون نفس الشيء هيك، والثالثة حتكون هيك وما شابه. هيك في تنسيق. إذن الالتزام بالفقرات، ترتيبها بالمسافات، علامات الترقيم، النقطة والفاصلة والفاصلة المنقوطة وما شابه، كله درسته في اللغة العربية وهذا مهم جدا. الالتزام بعلامات الترقيم، حتى وأنا بقرأ أستطيع قراءة بطريقة صحيحة. أحيانا علامات الترقيم إلها قراءة معينة، بدون علامات الترقيم يا بنات لا أستطيع فهم المعنى أحيانا. يعني سواء مثلا لما أكتب مثلا أنا ناجح بنقطة أو أنا ناجح بدهشة، يختلف المعنى. إذن النقطة التالية أو الآتية، مراعاة الأمانة العلمية في النقل. أحيانا نقلت آية قرآنية بدي أحط الأقواس المزخرفة، ضروري جدا. من الآية القرآنية لو حطيت لها هيك خطأ، علامة تنصيص للبشر إحنا حكينا، اللي هو الأقواس المزخرفة للآيات القرآنية، أقوال البشر والأحاديث نستخدم لها علامات التنصيص. بعد علامة التنصيص بدك تحطي حاشية واحد، تنزلي تكتبي من وين أخذتيه. طب والله كلامه حلو، بس والله أنا الكلمة هذه مش عجباني وبدي أضيف لي كلمتين عليه، بنفع؟ بنفع، ليش لا؟ بدي أروح أخذ كلامه، بشيل علامات التنصيص. ليه؟ أنا اتدخلت في النص. طيب تمام، بروح أنا بأكتب كلامه وبكتب الكلمة اللي مش عجباني بشيلها وبحط كلام من عندي وبكتب. أصبح الكلام الآن إيه؟ كلامي وكلامه، صح؟ أحط حاشية ولا ما أحطش؟ لازم أحط حاشية. طب كلامي ولا مش كلامي؟ بدنا نشوف في النهاية. مدام أنا تصرفت بدي أكتب المرجع، كتاب كذا وكذا وكذا بتصرف. إيش يعني بتصرف؟ يعني أنا تصرفت في الكلام. طب ليه كتبت بتصرف؟ من باب الأمانة العلمية في النقل، شفتي؟ وجميل هذا الخيار إنك أنت تتصرفي أو تضيفي، كلام جميل جدا. في أمر آخر مثلا، ممكن أخذ فكرة عجبتني في كتاب بس بديش أخذ من كلام الكاتب لأنه الفكرة موجودة عندي، تمام؟ بروح أنا أنقل الفكرة بس بأسلوبي أنا. طب إيش أكتب في الحاشية؟ هل أسيبه بدون توثيق؟ لا، لازم أوثق. طيب إيش حكتب في الحاشية؟ ممكن أكتب
الفكرة مستقاة من كتاب كذا وكذا وكذا بالأمانة العلمية، يعني ممكن ما تكتبيش هذا الكلام، تمام؟ لكن ممكن ما تكتبيش هذا الكلام، لكن يجي باحث آخر ويقول هذا الكتاب موجود أساساً، الفكرة موجودة، هي ليست بجديدة، هناك كتاب قديم وموجودة في هذه المعلومة. طيب، ثم الآن أن يضع ما يقتبسه كما قلنا في علامتي تنصيص ومع وجوب الإشارة في الحاشية إلى المرجع الذي اقتبس منه كما شرحنا قبل بالنسبة لعلامات التنصيص ومشابهة. الآن